الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة منتخب المملكة المتواجد في مسقط في دورة كأس الخليج 19. سمو الأمير مساء الخير وهارد لك على الخسارة. أهلا وسهلا. والحقيقة طبعا اليوم لم نقدم المستوى المأمول، بس الحقيقة لي ملاحظات على عدد من الحاضرين عندك مثل جاسم تفضل، مثل الرومي ومثل فيصل أبو ثنين. جاسم تحدث أنه ما في خطط لرعاية الشباب ولا في أكاديميات ولا شيء، كل الكلام اللي قاله جاسم خطأ. الأكاديميات هذه إن شاء الله فوضى. جولة الأمير نواف بن فيصل 4 أو 5 مدن أوروبية ومدينتين في أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، وهناك اتفاقيات وقعت معها. نعم مضبوط. فلذلك إن الشيء الآخر، كل شيء في مخطط في رئاسة العامة لرعاية الشباب، وأعتقد أنه يمكن ربما عن جهل بالنسبة لجاسم لأنه يتحدث بشيء لا يفقه فيه. هذا أولا. وبيكم معي حين تناقش أنا وياه على أي مبدأ. الشيء الثاني، وش دخل فهد المصيبيح تقول ان المباريات تلعب في يوم واحد ولا لعبت في يوم واحد وش يصير؟ والرجل مجتهد، وش دخل في انه تقول انه في مناظره بينه وبين ناصر الجوهر ولا هو يقيم ناصر الجوهر يا جاسم؟ اعتقد انكم تتحدثون بحديث لا تفقهون، كلكم ما تتحدثون بشيء ما لا تفقهون فيه. الشيء الاخر، اذا كان في نقاش كنا نرحب بالنقد لهذا البرنامج منكم من 1000 واحد مثلك. وانا فاتح باب النقد، لكن تقولون كلام خطا على الاتحاد السعودي. يا اخي كسبنا مباراه، انا قلت لك لم نقدم المستوى المأمول، وكسبنا لاعبين وكسبنا وجوه جديده. نعم. المرشدي واسامه والزوري وعبد الله الشهيل واحمد الفريدي واحمد عطيف، هل هذا ونايف عزاز وحسن الراحل، هل هذول كلهم مهب لاعبين جدد؟ فلذلك والان انا بنتقل للرومي وفيصل باثنين. انت كيف تتكلم يا جاسم يا عن فهد المصيبيع تقول فيها الكلام؟ رجل مجتهد عمل أكثر منك 100 مرة، بذل جهد للبلد أكثر منك 1,000,000 مرة، تقدر تتكلم عليه أنت وغيرك بهذا الشكل؟ احترموا أنفسكم، احترموا أنفسكم أنتم اللي قاعدين الحين. وش تقول يا جاسم كلامك السيء أنت؟ تحدث تفضل. محمد، هل بالنسبة طال عمرك للمصبيح؟ نعم. يعني أنا أرى أن أخذ فرصة سمو الأمير، وأعتقد أن فيه كفاءة موجودة الآن إدارية موجودة في إيش؟ في كفاءة إدارية خارج موجودة في الأندية، المفروض أن نستفيد من خبراتها. الكفاءات الإدارية يا جاسم سم؟ أقول لك أنت تقيم الكفاءات الإدارية أنت وشكالك. فهد المصيبيح إداري ممتاز، إداري ممتاز، لذلك يجب عليك أنك تحترم المواطن السعودي أولا، وثانيا انت لا تتكلم عن شيء ما تبقى فيه. قلت لك الامير نواف راح هذا في اكاديميات سوف تقام في الرياض وجده والشرقيه، في تخطيط للاتحاد كره القدم، كل شيء مبرمج يا اخي. كيف تتحدث انت عن الموضوع هذا؟ فلذلك عليكم الصمت او التكلم بالحقيقه، هذه لك ولغيرك. عطني عبد الرحمن الرومي سام طال عمرك، انت كيف تتكلم بهالاسلوب الغير واقعي وكانك انت المنقذ؟ انت تتكلم تقول منتخب الكويت لم يقدم شيء، قدم شيء والف شيء، مستوى ممتاز وكسبنا لاعبين جدد. اما انت تحط الناس على رايك، انا اتفق معك انه في مباراه اليوم لم يقدم منتخبنا المستوى المأمول، لكن ليس بهذه الشكل وليس بهذا الاسلوب اللي احنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقد لهذا البناء، لكن ما بها الاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي؟ عطني فيصل ابو اثنين تفضل عمرك، وش الكلام اللي تقول فيه شرهه ما شرهه والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم، انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك. احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تفربس في التلفزيون، ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم، تقعدون تهينون هالناس بهالشكل الغير معقول. هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه يا سمو الامير. قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي، لا اريد تكرار هذا الحكي. تبي تنقد فنيا اهلا وسهلا، احنا نقدنا فني يا سمو الامير. نفس الكلام الفاضي، احنا نقدنا فني يا سمو الامير. لا لا غير فني، وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الامير. وبعدين انت تتحدث عن دوله يا ابني، الله يحييك، احنا نتحدث عن دوله وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضه. يعني انت مسؤول عن الرياضه، تتكلم زين عن الرياضه. احنا نتكلم عن الرياضه بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انت الان
خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا اشكال غريبه عجيبه ترى تحملنا، انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب يا سمو الامير، وعليكم بحسن الاخلاق. كان ما تربيت وحنا نربيكم. لا ولا الحمد، حنا متربين يا سمو الامير ونعرف نفسك. حدودنا ونعرف نعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول على اول الرياضه. نعم يفترض يفترض نشتغل ليل نهار، يفترض ما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير. ما حد قال شيء عملكم ولا ننتقص من عملكم يا سمو الامير، ولكن الوسط الرياضي عندنا يا مسلم، ولكن الوسط الرياضي يا سمو الامير، الوسط الرياضي يا سمو الامير، سمو الامير، سمو الامير، الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الأمير سلطان بن فهد، جهودكم واضحة سمو الأمير.